السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات راح نشارك معكم وصفه تاع البنيون، راح نمدها لكم مقادير مضبوطه تاع 28 حبه. يعني تشوفوا العبار اللي درتهم انايا وخرجت لي هذاك العدد تاع الحبات، واكيد راح نشارك معكم روتين تاع طلبيات مختلفه كما راكم تشوفوا فيهم في الصور. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا لي جيم باش تشجعوني. تابعوا معايا الفيديو، فرجه ممتعه. هنا البنات راح نشارك معكم روتين تاعي. هنايا مع الصباح كانت الطلبيه هذه هي الاولى اللي راح تخرج، كعيك عاده المسكرين هما الاولى. هنا كنت طيبتهم ليله من قبل، وتسكر راح نسكرو يعني مع الصباح كما راكم تشوفوا. هنايا درت المزهر، يعني في الكاس تاع المزهر ديروا مغرف فرينه ومغرف سكر ناعم، خلطوهم مليح، من بعد دخلوا فيهم الكعك عاد، من بعد قطروهم مليح. ممكن انكم تنشفوا تنشفوهم، يعني من الاحسن انكم تزيدوا تنشفوهم بالبابي. هنا راني نوري لكم كيفاش جاوا من الداخل، شوفوا الحشو يجي معسل. عذرا البنات هنايا على اليد تاعي، يعني فيها الملونات، اكيد يعني كانت عندي خدمه بعجينه السكر على بها اليد تاعي راهي هكايا. شوفوا جاوا ما شاء الله. الوصفه راني دايرتها معاكم من قبل، ديروا تشارك المسكر مطبخ الاصيل تخرج لكم الوصفه، يعني كعكعه مسكرين ولا تشارك مسكر نفس الوصفه. وشوفوا لي كومونتير، يعني كامل جربوهم وكامل فرحوا بالنتيجه. هنايا بعد ما مسحتهم، يعني خليتهم قطروا ومسحتهم، درت ليان، درت فيه سكر ناعم كما شفتوا معايا، درت معاهم غرف لافاني هكذا باش كي تاكلوا الكعك عاد مسكرين يجوكم هكذا منكهين وتجي الريحه تاعهم بزاف هايله. درت شويه في الاول سكر ناعم، بعد حطيت الكعك عاد، من بعد زدت رشيت عليهم الفوق حتى يتغطاو كامل. من بعد خليتهم شويه، رحت خدمت يعني شغل واحد اخر، بعد عاودت وليت ليهم راني نمسح فيهم بهذه الطريقه. لازم تنزعوا لهم السكر الزايد مليح، انتوما كي تخلوهم يعني فتره في السكر الناعم راح يدوا حقهم، ما يبقاوش فارغين، يعني راح يلصق فيهم السكر. من بعد كي تبداو تنزعوا هذاك الزائد بهذه الطريقه ماشي حيجوكم الطبقه هذيك اليابسه تاع السكر اللي الاغلبيه بزاف يعانوا منها. بهذه الطريقه راح تجيكم يعني تاكلوا الحلوه والتسكر هذاك حاجه خفيفه، ماشي حيبس لكم، يبقى لكم هكذا هشيش وطري. هذه هي الطريقه، انا راح نكمل كامل الحبات بنفس الطريقه، من بعد نكملهم نحطهم في العلبه. وهذه هي الطلبيه الاولى راح نكملها. من بعد البنات رحت طلبية ثانية، هنا كنت خدمت مقبل يعني كما شفتوا معايا العرايش كنت دايرت لهم طلية، وخدمت ثاني الصابلي، يعني طلبية ثانية فيهم هذو الزوج أنواع فقط. مع الصباح مور ما كملت الكعك عاد رحت كملت هذو ثاني. الصابلي تاعي حطيته غير في الكيسات. شوفوا التزيين، يعني كان عندي الكادغ مخدوم، حطيته فوق الصابلي وحطيت فوقه ايضا حبه لوز، درت لها الناكري السائل، يعني تزيين هكذا جا في راسي وطبقته وخرج ما شاء الله، جا بزاف الشكل تاعو شباب. والعرايش كنت خدمت الوردات يعني مقبل باللون الازرق، وهذا ما كان يعني هذا هو الشكل النهائي تاع الطلبيه الثانيه. هاي ليك خرجوا ما شاء الله. بعد ما كملتهم يعني هذو كانوا حيدوهم مع العشيه، ورحت بديت في الطلبيه. الطلبيه يعني اللي يدوها غدوه ان شاء الله. كنت خدمت انواع الاخرين، كان فيها يعني زوج انواع حلويات، صابلي تاع الكراميل راني دايرته معاكم من قبل، يعني تاع حلوه الترك والكراميل. والبنيون راح نديرو معاكم دوكا بالتفصيل، يعني باقي الفيديو راح ندير لكم وصفه تاع البنيون، وايضا مملحات اللي راح نديرهم يعني غدوه مع الصباح. مملحات دائما نخدمهم في نفس اليوم. راح نبدا بسم الله البنات في الوصفه تاع البنيون.
هنايا درت كيلة بيسكوي فقط. هنا راكم تشوفوا في لونين بيسكوي، يعني كان عندي من الاول ماكاو، كان عندي مرحي من الاول، زدت كملت عليه بيسكوي بيمو. درت عليه كيلة تاع غوفريت كيف كيف استعملت بيمو رحيته، زدت درت كيلة تاع مكسرات. راني راحية المكسرات، راني دايرة كيلة، راني دايرة مخلطة يعني ما بين اللوز بالقشور والجوز كما شفتوا. زدت درت معاهم شوية لوز إيفيلي، يعني كنت محمصاته هكذا باش يمد لنا قرمشة. أيضا خلطت كلش مع بعض. راح نزيد معاهم هذا الكريمة تاع البندق، يعني أكيد اختياري أنا، كانت موجودة عندي على بها. ضفت حوالي ملعقة كبيرة، أكيد راح أضيف بنة للبنيون تاعي. من بعد نروحوا نلمو هذا الخليط بالشوكولاتة الطلي. أنا استعملت ماكسو. ننصح يعني كامل الحلواجيات يشرو بالبيدون، راح تستقام لهم أحسن وما تخافوش يعني تقعد لكم أطول فترة. شوفوا هنا راني ندير بشوية، من بعد لميت الحشوة تاعي حتى نتحصلوا على حشو يكون ماشي جاري بزاف، يعني ما تجريهوش باش ما طيح لكمش الحبة. هنا كما راكم تشوفوا انا وزنته 45 غرام، تحصلت على 28 حبة، يعني الكمية الكيلات هذوك اللي شفتوهم معايا هذوك خرجوا لي 28 حبة تاع بنيون بالوزن تاع 45 غرام. من بعد حشيت البنيون تاعي بالتوفيا كراميل، تحبوا بالشوكولا كيف كيف، يعني نتيجة في زوج يجوا ملاح. درتهم هكذا كوريات، من بعد حطيتهم في صينية، من الأحسن تغلفوها تحطوا فيها يعني كيس ولا بابي فيلم ولا هكذا باش ما تلصق لكمش. من بعد حطيتها في المجمد، من بعد شوية وعبت بليت ليها على خاطر شوفوا تصيبوها هابطة شوية. كي حطيتها في المجمد شوية وعاودت وليت ليها، عاودت درتهم يعني عاودت كورتهم كامل باش نتحصل على شكل شباب راكم تشوفوا فيهم دوكا. زدت خليتهم يعني بعد ما سقمت، بعد ما كورتهم وسقمتهم زدت خليتهم في المجمد. من بعد في هذاك الوقت رحت ذوبت شوكولا تاعي، انا استعملت شوكولا دادا بالحليب، ضفت لها ملعقة زيت باش تمد لي لمعة. من بعد نزحتهم بعد ما يتجمدوا ويحكموا روحهم مليح، نزحتهم وبديت نجلاسي فيهم بهذه الطريقة هكذا. نحطهم فوق كيس، نخليهم ينشفوا، من بعد نكمل لهم التزيين. بالنسبة للتزيين درت خطوط بالشوكولا، نفس الشوكولا هذه، ودرت لها البندق حبة يعني قسمتها على اثنين وزينت بها. هذا ما كان، هذه هي الوصفة تاعنا تاعها اليوم. فقط البنات كنصيحة، كاين بزاف اللي يعني يقولوا لي الشوكولا تاعنا بعد ما تنشف تتشقق. هذيك البنات يعني كي تخلوا الحلوة تاعكم في المجمد بزاف، يعني تخلوها حتى تجمد، تخلوها نص نهار ولا نهار كامل، وتكون الشوكولا تاعكم سخونة والحلوة باردة، هكذاك راح تشقق لكم الحلوة تاعكم. من الأحسن يعني تبقاو لاتين بالحلوة، ديروها حتى تشد روحها فقط، يعني تبقاو تعسوا فيها كي تشوفوها خلاص حكمت روحها، قسمت تقلاسيوها يعني تبقى حكمة روحها، ما تطيح لكمش، ما تعوج، ما والو. شوفوا كيفاش راهي محافظة على الشكل تاعها، يعني باقية هكذاك مدورة. هذا ما كان، يعني هذو كامل يعني النصائح اللي نقدر نمدهم لكم. بعد ما كملت البنيون وكملت صابلي، يعني كملت الحلوة تاع الكوموند هذا، غدوة من ذاك خدمت المملحات. دوك تشوفوا الأنواع اللي خدمتهم في هذا الطلبية. بالنسبة للسعر تاع هذا البنيون أكيد يعني راح تسقسوني، ممكن تحسبوا 11000، راكم شفتوا يعني فيه مكسرات ومحشي بالتوفيا كراميل ومزين بالبندق، يعني تقدروا حتى تزيدوا تطلعوا في السعر تاعو اكيد على حساب نتوما شحال تشرو لوازم. هذه هي البنات يعني الطلبية الثالثة اللي كملتها. شوفوا الانواع تاع الحلويات الصابلي والبنيون شحال خرجوا هايلين، والمملحات درت لها ميني كيش، ميني بيتزا، وميني بانيني، يعني هذو من الانواع اللي خدمتهم. ان شاء الله يكون نال اعجابكم هذا الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.